اليوم نتكلم عن أول محاضرة بعنوان Overview of the Immune System. اليوم معنا ستة انترفايز. زي ما اتفقنا انه لابد من الانتر اكشن من جميع الانترفايز. طيب في محاضرة اليوم المفروض كلنا نعرف ايش معنى immunity. Definition of immunity ايش معناها؟ هنعرف الفرق بين الانيت والاكوايرد immunity، ثم هنعرف الاورجانز اوف immune cells، وبعدها هنتكلم كمان عن السيلز اوف ذا immune system. هنتكلم على كل خليه من خلايا الجهاز المناعي، اللوكيشن حقها فين، الايدنتيفيكيشن كيف نعملها ايدنتيفيكيشن، وايش الفانكشن حقها. وبعدين زي ما اتفقنا هنعمل تيست لليور سيلف ان شاء الله يكون الجميع متوفق فيه. طيب اول شيء تعريف المناعه. المناعه نعرفها كالاتي. جو العلماء قالوا لنا اول تعريف هي عباره عن اليات دفاع داخليه. هذه اليات الدفاع الداخليه الهدف منها اجينس الانفيجن باي مايكرو اورجانيزم. لكن جو ردوا عليهم الناس قالوا لهم التعريف هذا قاصر. كيف تعريف قاصر؟ قالوا لهم لو شخص عنده تيومر حاجة انترنال، فهل الجهاز المناعي ما يتعاملش مع الحاجات الانترنال؟ فقالوا لا، التعريف هذا قاصر. التعريف الصحيح هو الآتي، إنها عبارة عن host defense mechanism against any foreign body، سواء كان الفورين بادي ده من الانترنال أو الاكسترنال. فده تعريف المناعة، التعريف الدقيق والتعريف الصحيح. إذن هي آليات دفاع داخلية لأي جسم غريب، سواء هذا الجسم الغريب كان internal or external. جميل. طيب الآن الـ innate والـ acquired immunity. الـ innate immunity هي المناعة الفطرية، المناعة اللي إحنا مخلوقين بها، البشر كل البشر مخلوقين بها. والمناعة الـ acquired هي المناعة specific، نسميها acquired أو نسميها specific أو نسميها adaptive، كلها أسماء واحدة للأكوايرد إميونيتي. طيب الإنيت إميونيتي هي نسميها الفيرست لاين أوف ديفنس، هي خط الدفاع الأول. الصفة الثانية لها أنها نون سبيسيفيك، وحنعرف بعد شوية إيش معنى نون سبيسيفيك. مخلوقين بها منذ الولادة. الأمر الآخر الأكوايرد إميونيتي هي السكند لاين أوف ديفنس، لو ما يحصل إنه الفورين بادي تجاوز الخط الأول تأتي المناعة الأكوايرد اللي هي second line of defense، وبالتالي أكيد لابد أن تكون specific، وحنعرف كيف حتكون specific. طيب عشان بس نقرب الصورة إلى أذهانكم، نفترض أنه في بلد، البلد هذا مش له حدود، فحدود البلد هذا هي الـ innate immunity، هم حراس هذه الحدود، ما يخلوش حد يدخل من هذه الحدود. وداخل البلد هو الأمن الداخلي، الأمن القومي اللي مفروض يعرف كل معلومة عن كل حاجة تحدث داخل البلد. الآن جسمنا نفس الوضع، في جسمنا في إطار يحمي الحدود، وداخل الجسم حقنا في كومبوننت مسؤولة عن الأمن الداخلي أو مسؤولة أنها تطلع نيو ريسبونس لأي جسم غريب داخل الجسم. جميل. تعالوا نشوف النيت ميوتي اللي اتفقنا انها عباره عن السياج او عباره عن المحيط اللي يحيط بالبلد هذا اللي هو عباره عن جسمنا. والاكوارد ميوتي اتفقنا انها الجهاز الداخلي او الامن الداخلي للبلد، وبالنسبه لنا الاميون سيستم او الجهاز المناعي لكل شخص. اول صفه للنيت ميوتي انها الربط، وده امر وجد. يعني تخيلوا سياج للحدود، اي شخص عاوز يدخل الحدود دي مش حيقدر، خلاص السياج موجود بيتفاعل مباشره، فبالتالي سريع جدا، بنسميه عمليه رابد. بالنسبه للاميون سيستم احنا جسمنا السكن، احنا خلقنا الله عز وجل كل البشر بانتاكت سكن، انتاكت يعني سليم. فاي فورين بادي يحاول يقتحم هذا الجدار مقلق امامه، فبالتالي الاكشن حقه رابد لانه انتاكت سكن.
الصفة الأولى. الصفة الثانية نون سبيسيفيك. ما معنى نون سبيسيفيك؟ يجي شخص لابس لبس معين، تجي سيارة، تجي مجموعة من الناس يتعامل معهم نفس المعاملة، لأنه سياج بيأكت أز بارير، حاجز. فكل أي حد عاوز يدخل هذا المكان السياج هذا يمنعه. فبالتالي يقول نون سبيسيفيك، ما هوش محدد لأحد بعينه، فبالتالي غير متخصص. أي حد عاوز يدخل يعمل له بريفنت للإنتري. مثل السكن، السكن تجي بكتيريا، تجي فيروس، تجي فنجس، تجي باراسايت، حاجز الكل ما يفرقش معاه، سواء كان فيروس أو بكتيريا أو أي أورجانيزم. النقطة المهمة الثالثة، الصفة الثالثة، it doesn't need previous exposure. ما يحتاج إنه تعرف عليه، يعني ممكن البكتيريا تجي مرة وخمسة وعشرة وعشرين ومية، وهذاك الميكانيزم نفسها ما تتغير، لأنه عبارة عن بارير، عبارة عن حاجز، فبالتالي ما يحتاج إنه تعرف عليه من قبل، لأنه الأساس الفانكشن الأساسية له بيشتغل كبارير أو كحاجز. نفس الوقت زي ما قلنا بالنسبة للميون سيستم حقنا السكن، السكن بيشتغل هذا بارير، فأي حد يجي يمنعه، ما يفرقش معاه شافه مرة، شافه عشر، شافه عشرين، الفانكشن الطبيعية له إنه يمنع أي حد يدخل. الأمر الآخر بالتأكيد ما فيش معه ميموري سيل، يعني ما يحفظش الأورجانيزم هذا، لأنه وظيفته هو فقط يمنع الدخول، فبالتالي ما يحفظش هذا جاء المرة الأولى ومنعناه أو جاء المرة الثانية ومنعناه، فبالتالي ما تكونش أي ميموري سيل. زي السكن مثال له، لو جاءت الآن بكتيريا تدخل جسم الإنسان خلاص انتهت السكن حيمنعها، جاءت مرة ثانية، جاءت مرة ثالثة، نفس الإجراء حيتم، فبالتالي ما في أي ميموري سيل. النقطة الخامسة والمهمة جدا، افكتف على عكس بعض الأحيان رؤية الناس، سبحان الله احنا ما نحس بوش، احنا كلنا انتهت سكن، فما نحسش قيمة السكن هذا اللي يمنع عدد كبير من الأورجانيزم، لكنه افكتف. احنا الحمد لله يمر علينا شهر وشهرين وسنه وسنتين والحمد لله ما عندنا اي ديزيز، بفعل من؟ بفعل النيت اميونيتي، بفعل الـ 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 الحواجز اللي خلقها الله عز وجل عندنا ومن ضمنها عمليه الاسكن، فبالتاكيد هو افكتيف. طيب ليه اتفقنا على الصفات العامه للنيت اميونيتي؟ تعالوا عاوزين نشوف هناك جنود للنيت اميونيتي. الجنود دول من نوع الخلايا، سولجرز، جنود من نوع الخلايا. أول جنود في الخلايا ولا تنسوهمش، مونوسايت ماكروفاجز، وفي النهاية إن شاء الله في نهاية السيشن الأخير حنتكلم عليهم بالتفصيل. أول خلية مونوسايت موجودة في البلد، تروح للتشو نسميها ماكروفاج. الأمر الثاني الجرانولوسايت، يعني إيش معنى جرانولوسايت؟ خلايا فيها جران كيوز واحدة، نيتروفيل، إيزينوفيل، باسوفيل، ماسل، كلهم دول خلايا النيت كوميونيتي. كيف بيعملوا فانكشن حقهم؟ هنعرفها ان شاء الله بعد شوي. الامر الاخر خليه مشهوره جدا اسمها الناتشرال كيلر سيل، هي من جزء الليمفوسايت، واحده من ضمنهم هي الناتشرال كيلر سيل، ولها دور في النيت كوميونيتي، هنعرفه ان شاء الله في الفانكشن في اخر السيشن. طيب اللي قلنا عليه هو الجنود من الخلايا، تعالوا الان نشوف الجنود من البروتين. في الانيتيميونيتي معها جنود من البروتيز بيكون لهم دور. أول دور في تو بروتيز يطلع من الكبد، يطلع من الليفر، واحد اسمه أكيوت فيس بروتين والثاني اسمه كومبلمنت، يطلع من فين؟ ليفر. في الكومبلمنت في معنا ثري ميكانيزم الكومبلمنت تعملها عشان تتخلص من أي فورين بادي، الترنتيف باث واي والأسفين باث واي، دول يشتغلوا في الانيت. وفي محاضرة كاملة على الكومبلمنت، كاملة بتمارينها، تقريبا 9 تمارين على الكومبلمنت. فبالتالي دي البروتينات اللي تطلع من الليفر سواء كان اكوتفيس بروتين او كومبلمنت كلهم بيكون لهم رول في الانيت اميونيتي. البروتين اللي بعده انترفيرون، وانترفيرون تايب 1. سبحان الله، سبحان من خلق. لو خلية من خلايانا الان أصيبت بفيروس، شوف الوقع عند الخلايا دي اللي احنا بأمس الحاجة كبشر بيكون عندنا. الخلية الآن أصيبت بفيروس، كويس؟ خلاص هي أصيبت، روحت. تروح الخلية دي اللي أصيبت تطلع انترفيرون
تايب 1. الانترفيرون تايب 1 يطلع من هذه الخليه يروح للخلايا الجيران. يقول لهم اسمعوا انا ودك. انتبهوا لانفسكم، في فيروس اصابني والان هذا سلاح لكم عشان لو جاء الفيروس ده تعملوا حسابكم، ما تروحوش او ما يحصل لكم ديستراكشن او كيلينج زي ما حيحصل لي انا كده. فاذا الانترفيرون تايب 1 تطلع الخلايا المصابه، يطلع من الخلايا المصابه الى الخلايا السليمه. اول ما يجي الفيروس للخلايا السليمه الانترفيرون قد جاهز له فيمنع الريبليكيشن ويمنع ما نسميه بالترانسكريبشن وبالتالي يقضي على هذا الفيروس. فده بنسميه واحد من اسلحه الانيت اميونيتي اللي هو تايب 1 انترفيرون. واضح بالنسبه للانيت اميونيتي الان الجنود حقها سواء كانوا جنود من الخلايا او جنود من البروتين. تعالوا نشوف الاخبار الجديده. اتفقنا ان الانيت اميونيتي هي السياج، هي اللي بيحيط بالبلد المحيط الخارجي. وقلنا انه في سياج وفي حرس خلف هذا السياج. الاكوار الاميونيتي اتفقنا انهم امن داخلي، معني بانه داخل الجسم اللي يحدث لابد الاميون سيستم يتعامل معه. اول صفه للاكوار الاميونيتي انها ريليتيفلي ديلي اور سلو، وده امر لوجيك صح؟ ليش لوجيك؟ لانه حتطلع مناعه سبيسيفيك، مناعه متخصصه، فلا بد تتاخر، لابد تعمل ملف على هذا الفورين بادي، كيف شكله، كيف مواصفاته، ايش الصفات اللي يتمتع بها، ايش يمتلك من امكانيات. فهذه الخطوات اللي عاوزه لها عاوزه وقت عشان يحصل acquired immunity or specific immunity. نفس الوضع بالنسبه لنا، اي امن داخلي اكيد ضروري يعمل لك ملف يا اسامه وانت فين رايح وفين جاي، فعاوز فتره لما يصلح لك ملف بعدين تكون انت معروف بالنسبه له فين تروح وفين تجي وايش مواصفاتك وما الى ذلك. فبالتالي اول صفه انها سلو، وده امر يعني لوجيك منطقي، لانه المناعه دي جهاز المناعه عاوز يطلع مناعه سبيسيفيك لهذا البارتكل او لهذا الفورين بادي، فمن المنطق انه عاوز وقت عشان يدرس هذا الاورجانيزم او يدرس هذا البارتكل عشان يطلع المناعه المناسبه له. الصفة الثانية it needs previous exposure، ودي صفة أصيلة في الأكوايرد إميونيتي. ما يمكنش تطلع أكوايرد إميونيتي على طول، لابد تأخذ عينة من الفورين باركلز دي وتدرسها وتتفاعل معاها وبعدين تطلع لها السبيسيفيك إميون ريسبونس. فبالتالي لابد من تعرف، مثلا احنا عندنا مثال الهيباتايتس بي فيروس. احنا الهيباتايتس بي فيروس كيف ناخذ مناعة له؟ احنا بالنسبة لنا عن طريقين، طريق انه شخص ينصاب ناتشرال ويحصل له كيور فالاميون سيستم خلاص تعرف عليه. الطريق الثاني انه يعمل فاكسينيشن. كلا الموضوعين انه سواء اخذ ناتشرال انفكشن او فاكسينيشن معناها انه اتيح فرصه للجهاز المناعي انه يتعرف على هذا الاورجانيزم او على هذا الفيروس، وبالتالي التعرف ده والتفاعل معاه حيطلع مناعه سبيسيفيك له، مناعة متخصصة له. لن تطلع هذه المناعة المتخصصة إلا إذا حصل البريفيوس اكسبوجر. لوجيك أكيد، طالما إنه كان في بريفيوس اكسبوجر المناعة اللي حتطلع حتكون سبيسيفيك، ودي نقطة في منتهى الأهمية. شوفوا المناعة اللي تطلع الهيباتايتس بي ما تعرف إلا الهيباتايتس بي. أي فيروس ثاني يجي ولا تعرفه خالص ولا تكلمه إطلاقا. هذه مناعة أنتجت لبارتكل معين مثلا وهو الهيباتايتس بي فيروس، فبالتالي المناعه دي متخصصه لمن؟ للهيباتايتس بي فيروس. الصفه الرابعه انه اكيد ما دام تعرف عليه ودرسه اكيد هيحتفظ بذاكره لهذا الاورجانيزم او لهذا الفورين بارتكل، فبالتاكيد السبيسيفيك اميونيتي والاكوارد اميونيتي معها ما نسميه بالميموري، بحيث انه لو دخل مره ثانيه انا حافظ هذا الاورجانيزم وحتفاعل معه على طول وحمنع عمليه دخوله من جديد. اكيد لوجيك، احنا قلنا الانيت اميونيتي انها افكتف، هذه اكيد مور افكتف لانها سبيسيفيك فبالتالي مور افكتف. طيب مثل ما قلنا انه المناعه الانيت اميونيتي فيها سولجرز من الخلايا، ايضا هناك سولجرز للاكوايرد اميونيتي من الخلايا. بس الاكوايرد اميونيتي تختلف. ما معنى الاثنتين؟ هي سيل وتي سيل. دول اللي هم جنود الاكوايرد اميونيتي من السيل من الخلايا، وهم اهم ثنتين على الاطلاق البي سيل والتي سيل.
شوفوا سبحان الله الانتي بيوتي كم كان معاها. ذكروني مونوسايت ماكروسايت. كل جرايوسايت نيتروفيل إيزينوفيل باسوفيل ماستس. هذه الأكوايرد بيونيتي لأنها متخصصة فقط اثنين بيسل وديسل. هناك بروتين مش اتفقنا في الانيت ميوتي معنا بروتين وقلنا اثنين ينتجون من الليفر اسمهم أفيسيس بروتين كومبلمنت وكمان معنا تايب 1 انترفيرون. هنا معنا البروتين نوع آخر في أجسام مضادة ونسميها الأنتي بودي. مش احنا كنا قبل شوية الخلية أساس أول خلية أساس في الأكوارد ميوتي هي البي سيل. البي سيل دي لما تتفاعل مع أنتي جين تروح يحصل لها اكتيفيشن وتتحول الى بلازما سيل. بلازما سيل تطلع انتي بوديز. فاذا اول بروتين في الاكوارد اميونيتي هو انتي بوديز او الجزء على اجسام مضاده. كمان جاتنا الليفر مره ثانيه. مش اتفقنا في الانيت اميونيتي اللي معنا الكومبلمنت يطلعوا من الليفر؟ نفس الوضع هنا الكومبلمنت كمان يطلعوا من الليفر. لكن اليه العمل حقهم مش زي اليه دول. اليه الماضيين كانوا في الانيت بليش التابت الباثوي ولكتين باثوي. هنا كلاسيكال باثوي وما يمكن شو يحدث الكلاسيكال باثوي الا اذا كانت المناعه سبيسيفيك اور اكوايرد. واضح تمام. كمان هنا في انترفيرون. هنا كان في انترفيرون تايب 1 هنا في انترفيرون تايب 2. الانترفيرون تايب 2 نسميه جاما انترفيرون وذا ميلي بروديوسد باي تي سيل ميلي ولو وظيفة مهمة جدا لأنه كيف يعمل اكتيفيشن في الخلايا عشان تتفاعل وتطلع سبيسيفيك ايميونيتي اجينست الفورين باث. إذا الاكسرسايز الأول يتفضلوا كل مندوب كل ثمانية رجاء كل ثمانية حكوا أسمائهم حيحلوا الاكسرسايز في معنى اكسرسايز 1 و 2 حتحلوا 1 و 2 الجميع. طيب انا احل الاكسرسايز الان لكم كلها. اذا زي ما قلنا الانيت اميونيتي هم الخلايا اللي هي الانيت اميونيتي نيتروفيل مونوسايت ماكروفيجز ناتشورال سيل ماسل باسوفيل والايزينوفيل. الاكوايرد اميونيتي زي ما قلنا في سيل في سيل. السؤال الثاني الكومبيرنج بتوين الانيت والاكوايرد ثلاثة. الاونست اوف اكشن بالتاكيد في الانيت قلنا رابيد في الاكوار قلنا سلو. الامر الاخر المين سيلز اللي هو جرانولوسايتس ومونوسايتس ماكروفاج ناتشورال كيلر سيل. الامر الاخر الاكوار بي سيل وتي سيل. البروتين زي ما اتفقنا انه انترفيرون تايب 1 والامر الاخر اللي هو اكيوت فيس بروتين كومبلمنت وهناك زي ما قلنا انتي بادي وانترفيرون تايب 2 ميموري اكيد كومبلمنت كلاسيكال باثوي. الابسنت بالنسبه للميموري ما فيش في الانيت اميونيتي وموجوده في الاكوارد اميونيتي. السبيسيفيكيشن اكيد نون سبيسيفيك في الانيت وسبيسيفيك في الاكوارد. الافيشنت دي افيشنت اكيد لكن دي مور افيشنت. وكمان اللاين اوف ديفنس دي فيرست لاين اوف ديفنس وسكند لاين اوف ديفنس. كل الجميع دول ثمانيه يكتبوا على الاكسرسايز ويصححوا انفسهم في النهايه ويسلموها في النهايه. انا زي ما قلنا الامانه شرط مشروط اتفق عليها. الان ركزوا معي المحور الثالث اللي هو الاورجنز اوف اميون سيل. محور مهم جدا وباقي بعده محور وخلص. شوفوا خليكم معي لو سمحت. في اللمفويد اورجنز. اللمفويد اورجنز هي اماكن يحدث فيها الماتوريشن ويحدث فيها الايديوكيشن اور سيلكشن. وبعد ما يحصل فيها الماتوريشن ويحصل فيها الايديوكيشن تروح
للتقنيات العسكرية حقها جاهزة للقتال. أي جسم غريب حتتعامل معه. إذا في الليمفويد أورجنز في أماكن، الأماكن دي يحصل فيها ماتوريشن ويحصل فيها إدوكيشن. إحنا نقول إدوكيشن بس عشان يصل المعنى، لكن هي في الحقيقة الاسم العلمي لها سيلكشن. كيف إنه نختار الخلية اللي قادرة إنها تتفاعل مع الفورين بودي. والأمر الآخر بعد هذا الماتوريشن وبعد هذا السيلكشن حتروح للتقنيات العسكرية حقها منتظرة هذا الفورين بودي. جميل. الليمفويد أورجنز دول تو بليسز، مكانين. المكان الأول نسميه البرايمري أو نسميه سنترال، وفيه نوعين، فيه البون مارو وفيه الثايموس. دول البون مارو والثايموس يحصل فيهم الماتوريشن ويحصل فيهم ديفيشن أور سيليكشن. مش اتفقنا بعد ما يحصل ماتوريشن ويحصل إدوكيشن تروح للتقنيات العسكرية؟ التقنيات العسكرية هي السكندري لمفويد أورجنز اللي هم اللمف نود، السبلين، الباير باتشز، الكونسل، أدنويد، كل دي نسميها سكندري لمفويد أورجن. تروح الخلايا اللي تعلمت واللي حصل لها ماتوريشن منتظرا الجسم الغريب ده بحيث انها تتفاعل معه ويصدر ميون ريسبونس. اتفقنا احنا الماتوريشن قبل شوي والإدوكيشن هم في البون مارو وفي الثايموس. جميل. واتفقنا انه اكثر الماتوريشن يروحوا لفين؟ سكندري لمفويد أورجن. وقلنا ان السكندري لمفويد أورجن هم سبلين، لمف نود، حاجة بنسميها المارت اللي هي المايكوزا اسوشيتد لمفويد تيشو. جميل. ايش يعملوا دول؟ متدربين، نضوج بعد نضوج، منتظرين لاي فرق. بس النقطة المهمة في هذه في السكندري لمفويد أورجن حيحصل اكتيفيشن للاميون ريسبونس اجينست هذا الفورين باركل، وبعدها يخرجوا يدوروا فين الفورين باركل ويتفاهموا معاه. اذا الاماكن دي هي اماكن اللي يحصل فيها اكتيفيشن لمن؟ للاميون سيستم او اميون، او يحدث فيها اميون ريسبونس. جميل. اتفقنا الماتوريشن والاديوكيشن في البون مارو. في البون مارو زي ما انتم عارفين اخذتوا اكيد في الهيستولوجي في حاجه قليله بنسميها بلوري بوتنت ستيم سيل. ما معنى بلوري؟ معناها ميني، ان من هذه الخليه تنحدر عده خلايا. البلوري بوتنت ستيم سيل ينحدر منها تو بروجينيتورز. ما معنى بروجينيتورز؟ مولد، يا لمفويد بروجينيتورز يا مايلويد بروجينيتورز. واللي يخلي هذه البلوري بوتنت ستيم سيل انها جزء منها يروح لمفويد وجزء يروح مايلويد هي حاجه بنسميها سايتوكاينز. ما معنى سايتوكاينز؟ محركات الخلايا، عباره عن بروتينز. مش سايتو اسمها سايتو خليه، كاينز محركات عباره عن بروتينز. لما يحصل لها بروديوسنج تعمل اكتيفيشن للخلايا وتوجه الخلايا، فجزء من هذه الخلايا حيروح لمفويد ستيم سيل او نسميها لمفويد بروجينيتور، وجزء حيروح مايلويد ستيم سيل او نسميها مايلويد بروجينيتور. تعالوا نشوف اللمفويد اللي هو سهل. اللمفويد جزء منه يروح الى الخليه اميتور نسميها ثايموسايت، تروح لفين؟ للثايموس. الثايموس ايش اللي حيحصل فيه؟ ماتوريشن وديفريشن اور سيلكشن. بعد ما يحصل ماتوريشن وديفريشن هتخرج خلية ناضجة متعلمة عارفة تميز بين السلف والنون سلف نسميها ومن هنا سميت تي سيل لأنها جاية من الثايموس. جميل. الأمر الآخر جزء من اللمفويد بروجينيتورز يحصل اكتيفيشن للخلية في البون مارو وتتحول إلى تي سيل، ومن اسمها بي نسبة للبون مارو. نفس الوضع كمان من هذه اللمفويد بروجينيتور هتروح كمان خلية ثالثة يحصل لها اكتيفيشن في البون مارو وتخرج الى سيركوليشن نسميها الناتشورال بلاد سيركل. اذا الليمفويد كله عباره عن ثلاث خلايا، عباره عن بي سيل وعن بي سيل وعن ناتشورال بلاد سيركل. البي سيل والناتشورال بلاد سيركل يحصل لهم الماتوريشن في البون مارو، بينما التي سيل يحصل لها في الثايموس. ده هنا كويس؟ جميل. الجرانولوسايت الان مايلويد. المايلويد مش قلنا في الليمفويد قسمناهم الى تي سيل وبي سيل وناتشورال سيل. تعالوا نشوف الجزء الكبير اللي هو المايلويد. المايلويد الجرانوسايت نيتروفيلز ايزينوفيل باسوفيل المونوسايت. والمونوسايت يروح منها ماكروفيج للتشو خليه اسمها دندريتك سيل كمان تشتق من المونوسايت.
على فكره هذه النقطه اللي انا البازوفيل البازوفيل لما تكون في البلاد لما تروح للتشو نسميها مات. جميل. هذا بشكل عام هذا شايفين المات سيل وهذه الليمفويد بروجينيتور زي ما قلنا هنا عمليه معامل تي سيل والتي سيل والنيتروفيل سيل ودي المايلويد بروجينيتورز معنا النيتروفيل والايزنوفيل والبازوفيل والمات سيل والمات سيل حتروح الدندريتك سيل وماكروفيل. الاكسرسايز الثاني اجلسوا مكانكم ولو تكرمتوا في كل ثمانيه عشان لا تنعيد اللي حصل. طيب الإجابة حقا سهلة جدا. احنا اتفقنا ان في البون مارو بيحصل ماتوريشن وسيلكشن للبي سيل وكمان بيحصل لعمل للناتشر كارسل وبالنسبة للثايموس بيحصل ما نسميه ماتوريشن للبي سيل ويحصل ديفرنشيشن للسيل كونانس. سهلة بس فقط عاوزين المعلومة تترسخ امامكم. طبعا زي ما قلنا اكتر ماتوريشن يروح السكندري لمفويد اورجنز وقلنا السكندري لمفويد اورجنز السبين واللمف نود والمارك اللي هو مايكوزا اسوشيتد لمفويد تشو. طيب تعالوا لاخر محور او قبل الاخير. انا راح اتكلم عن خلايا خليه كل خليه حتكلم فيها حتكلم على اللوكيشن حتكلم على الايدنتيفيكيشن حتكلم على الفانكشن. جميل خلاص متفقين. طيب اول واحده في الجرانوسايت النيتروفيل اللوكيشن حقها فين؟ قبل اللوكيشن يسموها نيتروفيل لانها الصبغه حقها متعادله تاخذ عمليه البيزك داي والاسيدك داي فلانها تاخذ البيزك والاسيدك داي بس هي ناتشرال فسموها محبه كيل محب فنترو محبه للتعادل فنترو كيل سميت نيتروفيل لهذا السبب. الامر الاخر الخليه دي most abundant يعني أكثر خلية موجودة تخيلوا حقها من 40 إلى 75% وجودها من كثر الخلايا من عدد الخلايا الموجود في البلد. أكيد most mutated أول خلية وغير حقها في أي acute inflammation حتكون خلية النيتروفيل هي الأساس. أكيد إنها موجودة في البلد. اللوكيشن حقها فين؟ في البلد. لكن يحصل لها migration إلى التشو في حالة acute inflammation. دي نقطة في منتهى الأهمية بالنسبة للنيتروفيل. الأمر الآخر الايدنتيفيكيشن كيف نتعرف عليها؟ خلية دي نسميها المالتي لوب. ليش مالتي لوب؟ زي ما أنتم شايفين لأنه فيها لوب أو يسموها بوليمورف. اللوب حقها من ثلاثة لخمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لوبس. فهي كاركترستيك بالنسبة لها أي واحد يشوفها يقول دي نيتروفيل. الأمر الآخر إنه الفانكشنز حقها الخلية دي من الخلايا المهمة جدا. تخيلوا فيها الجرانيولز بالهبل، فيها اللايزوزايمز، فيها الكولاجينيز، فيها الاسيد هيدروليزز، فيها المايلوبروكسيديز، فيها ديفنسين، فيها لاكتوكرين، فيها الهايدرويديز، ففيها اللايتك انزايم بعدد كبير. ولوجيك طالما ان فيها اللايتك انزايم بعدد كبير اذا الهدف الاساسي لها فاجوسايكوزس. ما محاضرة بالكامل على فاجوسايكوزس. بس في نقطة مهمة جدا. النيتروفيل لها يونيك كاركترز. لا تنسوها. إنها لما تأخذ الأنتيجين تكسره تعمل له ثرو أوت في السراوندينج ميديا. هذا ثرو أوت في منتهى الأهمية. حنوصله إن شاء الله بعد أربع خمس محاضرات. لكن لما نوصله أقول لكم مش اتفقنا يومها إن النيتروفيل إنها تأخذ الأنتيجين وتعمل له ديستراكشن أو ديستروي وتعمل ثرو اوت هنعمل ايش بدل ثرو اوت ان شاء الله في حينها. الامر الاخر اكيد ان احنا ما نشوف اي انفلاميشن ونشوف بس احدى الخلايا المشاركه في هذا البس نيتروفيل. فدي من ضمن الاشياء الفانكشن بالنسبه الاساسيه لها كانديكيشن للانفلاميشن. النيتروفيل زي ما انتم شايفين هذا في بلاد فيلم كل ما زادت النيتروفيل نسميها نيتروفيليا والدلاله النيتروفيليا معناها ان في اكيوت انفكشن. الامر الاخر بالنسبه للايزينوفيل الايزينوفيل اللوكيشنز حقها موجوده طبعا قبل كده قبل اللوكيشنز
يسموها انها ليش سموها إيوزينوفيل؟ لانها انصبغت الايودين، فهذه الصبغه هي عباره عن اسيد، فاخذت اللون البينك او اللون الريد، فبالتالي نسميها إيوزينوفيل. موجوده في البلط والكونسنتريشن حقها قليل من 1 إلى 6%. الامر الاخر الايدنتيفيكيشنز فيري سمبل، بايلوت، شايفين البايلوت؟ هذا الزرق هو بايلوت، يعني بايلوت النيوكليس حقها، ومعها ما نسميها بالبينك جرانيولز. الامر الاخر الفانكشنز حقها خليه فيري امبورتنت في الكيلينج اور ديسترويد الباراسيتيك انفكشن، سواء كانت البروتوزوا ولا اليمنتس، خليه متخصصه في القضاء على الباراسيتيك انفكشن. الايزن لو ما تزيد في البلاد نسميها ايزينوفيليا، وزياده الايزينوفيليا له احتمالين، يعني عند الشخص له الارجيك ديزيز اور باراسيتيك انفكشن. البازوفيل، بازوفيل لانها سبقت بالبيزك داي مثل البلو فيسموها بازوفيل، وزي ما انتم شايفين كلها ريد، كلها ريد لانه مثل بلو صبغه، فكلها ريد وشبيهه بالمناسبه بس فارق الصبغه شبيهه بالايزينوفيل. الايدنتيفيكيشن حقها نفسها بايلو نيوكليس زيها زي الايزينوفيل، لكن الصبغه هنا بلو جرانيولز، طبعا من 0 إلى 1 موجوده في الريل، موجوده من 0 إلى 1. الفانكشنز حقها لها رولز في الهايبر سنسيتيفيتي، حنوصل ان شاء الله في هي طبعا مع الماستر اكيد حنوصل ان شاء الله في الكلينيكال ايمونولوجي في الهايبر سنسيتيفيتي، وحنشرح الدور للبازوفيل. في دور اخر لها مهم جدا وهو بروتكتيف، حنتكلم عليه مع الماستر. الماستر الان هي الماستر حنتكلم عليها، اللوكيشنز الماستر بنشوف موجوده في كل مكان في التشو، موجوده اندر السكن، موجوده اراوند كل البلد فيزلز، موجوده كمان في اندر المايكوزا اوف جي اي تي، امونج المايكوزا اندر مايكوزا اوف الباسيف سيستم، فموجوده في كل مكان الماستر. الماستر دي كيف نعملها ايدنتيفيكيشن؟ هي معاها زي ما انتم شايفين النيوكليس سمول ومعاها بلو جرانيولز. الفانكشنز اكيد زي ما قلنا في البازوفيل، ان مش قلنا البازوفيل هي في البلد ولما تروح للتشو نسميها ماسلز، فهي لها دور في الالرجيك رياكشن. والامر الاخر الدور المهم واللي عاوزين نركز عليه، لو واحد حصل له انجري، لما يحصل انجري يحصل ديسترويد الماسل، لما يحصل ديسترويد الماسل طلع هيستامين، الهيستامين يعمل بازو دايليتيشن، ما معناها كل الفلويد والخلايا حتيجي الى موقع الحدث، فده لها دور بروتكتيف كانها منبهه للجهاز المناعي انه حصل انجري، فحيحصل ديستراكشن للماست سيل، حيطلع الهيستامين، لما يطلع الهيستامين حتعمل بازو دايليتيشن، كل الفلويدز وكل الخلايا حتيجي وحتعمل عمليه ما نسميه اريتيكيتد لهذا الفورم. على فكره وظيفه مهمه لانه كثير من زملائنا لا يروا في وظيفه البازوفيل والماست سيل الا بالهايبر سنسيتيفيتي، هل معقول سبحان الله ان الله خلقها عشان تعمل هايبر سنسيتيفيتي؟ لا، لها دور في البروتكشن. طيب المونوسايت، المونوسايت زي ما انتم عارفين موجوده في البون مارو از مونوبلاست سيل، تروح يحصل لها ماتوريشن تروح للسيركوليشن نسميها مونوسايت، وتظل في فلاس 3. المونوسايت دي الايدنتيفيكيشن حقها في حاجه مهمه الشيء نتفق عليها، يسموها سي دي او يسموها كلاستر ديفرنشيشن. ما معناها؟ معنى ان الخلايا عليها عدد من الكلاستر من البروتينز على السيرفس حقها، هذا العدد من الكلاستر والبروتين يسموها كلاستر ديفرنشيشن، لانها تعمل ديفرنشيشن لمن؟ للخلايا. جميل، فتعالوا نشوف السي دي مثلا، على سبيل المثال البي سيل، ايش الكلاستر ديفرنشيشن اللي يميز البي سيل؟ عليها سي دي، سي دي حسن عليها سي دي 19 وسي دي 20 وسي دي 21، دول نسميهم كلاستر ديفرنشيشن، يميزوا من؟ البي سيل. دي بس مفهوم الكلاستر ديفرنشيشن، انه حنتكلم الان على سي دي كبيره، هذا سي دي 19 وهذا سي دي 20 وهذا سي دي 21. طيب المونوسايت نرجع لها الان، هي عباره عن عمليه البي شيب زي ما انتم شايفين زي حبه الفاصوليا، الكلاستر ديفرنشيشن اللي يميزها السي دي 14. الفانكشن حقها فاجوسايتوزيس بالتاكيد، بس هي موجوده في البط زي ما اتفقنا، حتغادر الى الدا وحيكون الماكروفيج هي الاساس. الان هي الماكروفيج، الماكروفيج زي ما اتفقنا هي موجوده في البلاد از مونوسايت،
وتروح للخشوب نسميها ماكروفيج. في نقطة هنا مهمة نشتيت إن نعززها. الماكروفيج نسميها على حسب الأورجنز اللي موجودة فيه. فإذا كانت موجودة في السنتر نيرفس سيستم نسميها جميل، إذا كانت موجودة في اللنج نسميها، إذا كانت موجودة في الليفر نسميها كافر سيلز، إذا كانت موجودة في اللمف نود نسميها هيستوسايت، إذا كانت موجودة في السكن، إذا كانت موجودة في البول اسكيتوس، إذا كانت موجودة في الكدني مزيجية. إذا هذه ماكروفاجز هي كلها، بس احنا نسميها على المكان اللي تروح فيه. كل ماكروفاج لها اسم خاص. الايدنتيفيكيشن مين كاركترز بالنسبه للماكروفاج نسميها الرفض ميمبرين. الميمبرين حقها شرشر زي ما انتم شايفين. الامر الاخر النيوكليس حقها زي نيوكليس زي البين شيب. الامر الاخر ان السيتوبلازم حقها فيه فيزيكال وفيه باكيول وكمان محتفظه لانها من المونوسايت محتفظه بالسي دي 14. جميل. الفانكشن حقها اهم فانكشن للماكروفاج على الاطلاق هي نسميها البيج ايتا القاتل الكبير، فهي فاجوسايتوزس. اهم ما في الماكروفاج انها تعمل فاجوسايتوزس لاي فورين باركتس. الماكروفاج كمان تعمل، تخيلوا ماكروفاج تروح تطلع سايتوكاينز عشان تحرك به اذر سيلز، فتطلع كمان من ضمنها سايتوكاينز. كمان الماكروفاج لها سايتو توكسيك افكت، يعني الان الماكروفاج تروح تلتصق مثلا ابنورمال سيل تطلع سبستانس، السبستانس دي بتعكت از توكسيك، فيسموا لها اكشن نسميه سايتو توكسيك اكشن. الامر الاخر ودي نقطه فيري امبورتنت انها تعمل انتيجين برزنتيشن. وركزوا معي في انتيجين برزنتيشن، ما معناه؟ الماكروفاج خدت الانتيجين كسرته. جميل. لما كسرت الانتيجين زي ما انتم شايفين دخل الانتيجين، كسر الانتيجين. لما تكسر الانتيجين راحت حملته على ام اتش سي كلاس 2 اللي هو ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس تايب 2. ولما حملت الباركلز او الحطام او الفراجمنتس اوف باركلز جزء من هذا الحطام حملته على الام اتش سي كلاس 2 وراح حملته على السيرفس حقها. شايفين؟ الان عرض على السيرفس. هذا الاجراء نسميه انتيجين بريزنتيشن. عيد، ما هو الانتيجين برزنتيشن؟ هو انه خليه تروح تاخذ الانتيجين، تكسر الانتيجين، مش لما تكسر الانتيجين حيكون في فراجمنتس، تاخذ واحده من الفراجمنتس وعده فراجمنتس طبعا، بس نضرب مثلا، تاخذ واحده من الفراجمنتس، حملها على ام اس سي كلاس 2، تروح تطلع على ام اس سي كلاس 2 على السيرفس. هذا نسميه انتيجين برزنتيشن. هناك ثلاث خلايا يعملوا انتيجين برزنتيشن في الميون سيستم بالكامل، نسميهم خلايا العرض. خليه الماكروفاج اللي احنا بصددها الان دندريتك سيل والبي سيل. اذا في 3 سيلز الهدف الاساسي لهم انتيجين برزنتيشن، يعني يعملوا عمليه عرض للفورين باركلز اللي هو نسميه انتيجين. هنعرف ان شاء الله انتيجين في محاضرات قادمه. الخلايا دول ثلاث، ماكروفاج دندريتك سيل والبي سيل. الان نشوف الدندريتك سيل. الدندريتك سيل سموها لانه شكلها زي الشجره متفرعه فسموها دندريتك سيل. دي موجودة under skin، موجودة في كثير من المايكوزا of most organs، موجودة بشكل كبير ولها دي function مهمة جدا. الفانكشن الأساسية anti presentation most important، يعني أفضل خلية تعمل anti presentation هي dendritic cell. زي ما قلنا الانتي presentation ما هو؟ أخذ الانتيجين تكسيره، أخذ جزء من الفراجمنتس اللي اتكسرت تحمل على MSC class 2 وتعرض على ال surface of molecule. عين خلايا العرض هم ثلاث خلايا ماكروفاجز بي سيلز دندريتك. الان تعال خلصنا هذا الكبير، باقي معنا حاجه بسيطه اللي هي الليمفويد. الان الليمفويد سيلز مش اتفقنا؟ لا تنسوا في الليمفويد او الليمفوسايتس معنا 3 سيلز، معنا البي سيلز والتي سيلز. تعالوا نشوفهم بسرعه. لوكيشن سؤال بيسالني اياه. اللوكيشنز اساسا البي سيل والتي سيلز موجودين بعد ما يحصل لهم ماتريشن في البلاد ستريم وموجودين في السكندري لمفويد اورجنز. فموجودين اساسا في البلاد ستريم وكمان في السكندري لمفويد اورجنز. الايدنتيفيكيشن كيف نعرفهم؟ انهم الثنتين ما نقدرش نميز بينهم بالنظر، كلهم معاهم عمليه اللارج النيوكليس حقهم كبيره جدا والسيتوبلازم حقهم كامل. فهذه بالنسبه للثنتين التي سيل والبي سيلز.
الامر كيف نفرق بينهم بالكلاستر ديفرنشيشن. البي سيل عليها سي دي 19 و20 و21. التي سيل عليها اهم سي دي سي دي 3. كل التي سيل عليهم سي دي 3. جميل. التي سيل انقسم، احنا نقسم الى قسمين، هم قد يكون اكثر بس احنا الاساس الفانكشن حقنا نقسمهم الى قسمين. قسم نسميه تي هيلبر سيل، قسم اسمه تي سايتوكسيك تي سيل. مش اتفقنا الكل عليهم سي دي 3؟ جميل. السي دي 4 عليها بالاضافه الى سي دي 3 سي دي 4. والسي دي والتي سايتوكسيك تي سيل بالاضافه الى السي دي 3 عليها سي دي 8. اذا الان تي هيلبر سيل احنا ما حنعرف نقولها يا تي هيلبر سيل يا محمد، يا نقول نسميها ايش؟ سي دي 4 او تي سايتوكسيك تي سيل، يا نقول عليها تي سايتوكسيك تي سيل او سي دي 8. جميل. الفانكشن تي سيل وتي سيل، قبل ما نقول فانكشن المفروض ذكروني انتم، احنا تكلمنا عليها في الانيت اميونيتي، ايش الفانكشن حقهم؟ ان جنرال مش اتفقنا انهم ريسبونسبل فور اكوايرد اميونيتي؟ الثنتين دول البي سيل والتي سيل اساسا العمل حقهم لانتاج السبيسيفيك اميونيتي او الاكوايرد اميونيتي. اخر واحده في الليمفوسايت الناتشرال كيلر سيل. الناتشرال كيلر سيل اساسا موجوده في البلاد ستريم، لكن في نقطه يجب تعرفوها، لو ما يحصل عمليه الفازو دايليتيشن تخرج خلايا كثيره من ضمنها عمليه الناتشرال كيلر سيل. نسبتهم من الليمفوسايت فقط من 5 الى 10% الناتشرال كيلر سيل. الناتشرال كيلر سيل دي الايدنتيفيكيشن حطها دار سايتوبلازم، وكمان عليها يونيك كاركتر اوف سي دي اللي هي سي دي 16 وسي دي 56. دي يونيك كلاستر اوف ديفرنشيشن بالنسبه للناتشرال كيلر سيل. الفانكشنز هذه الخلايا مش متفقه على خليه الناتشرال كيلر سيل تشتغل في الانيت اميونيتي، لها تو فانكشنز. اي فايرال انفكتد سيل تحاول تتخلص منها، واي ابنورمال سيل او تيومر سيل تحاول تتخلص منها، فهي كيلينج اور ديسترويد للتيومر سيلز. طيب بس حتى ما يختلطش الامر بالنسبه لكم، هذه كل الخلايا تكلمنا عليها اللي هي في التيشو واللي هي في البلد، لكن لما اتكلم على الليكوسايتس معناها الليكوسايتس اللي موجوده في البلد. نقسمها احنا نقسمها الى قسمين، خلايا جرانيولز فيها جرانيولز وخلايا ما فيهاش جرانيولز. الخلايا جرانيولز اللي موجوده طبعا في البلد فقط اللي هنتكلم، نيتروفيل وايزينوفيل وبازوفيل. والخلايا اللي ما فيهاش جرانيولز فقط معنا الليمفوسايت والمونوسايت. النورمال رينج حقنا من 4000 الى 10000. إذا قل عن ال 4000 نسميها؟ إذا زاد على 10000 نسميها؟ طيب الآن لو سمحت الاكسرسايز 4 لو جيت توزعوا من تحت عارف و طيب اكيد في السيركوليشن زي ما اتفقنا النيتروفيل والمونوسايت واللمفوسايت والايزروفيل والبازوفيل كنورمالي. في التيشو اتفقنا ماكروفيجز دندريتك سيل ماست، صح؟ واكيد احنا قلنا موجودين في التيشو، موجودين في اللي هم الليمفوسايت، موجودين في الليمف نود، موجودين كمان في السيركوليشن. موجودة أساسا في السيركوليشن وموجودة ممكن تخرج في التشو، بس ما قدرناها كده. في النورمال في البلط طبيعي في البريفلوب خلاص استمرنا. طيب خمسة الاكسرسايز خمسة معاكم؟ خمسة الاكسرسايز خمسة لو سمحت. اكيد الاولى ايزينوفيل سيركوليشن في البلد اكيد باي لو، وزي ما قلنا هي موجوده في الاكسترا، لها دور في الهايبر سيستيميتي
Neutrophil, polymorph, phagocytosis, or cell inflammation. Lymphocytes, the large, or acquired immunity. Renal monocyte circulation, pain shape. وزي ما قلنا هي موجودة في البلد وتروح ماكروفيج في التيشو الماكروفيج تيشو والكاركترز حقها بالنسبة للايدنتيفيكيشن فاجوسايتوزس عندي بريدنج سيل ماسل تعمل تيشو والسمول نيوكليوس والانفلاميشن وتايب 1 هايبر سنسيتيفيتي لها دور في تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي. طيب اخر حاجة خلينا نخلص في محاضرة الدكتورة عماد اللطيف. طيب كلمتها أكثر الماتوريشن اتفقنا من البداية أكثر الماتوريشن حيروح كل الخلايا سكندري للمويد أورجان. خلاص يا شباب زي قلنا السكندري للمويد أورجان السبلين واللمف نوت والمالت وغيره. تعالوا نشوف السبلين بسرعة هو أكبر ميجر سايت للإميون ريسبونس للبارتكلز الجاية عبر البلاك أكبر ميجر سايت جميل. الاستراكشر حقه زي ما انتم عارفين الهيستولوجي في معانا الوايت بلت ومعانا الريد بلت. الوايت بلت فيه تي والبي سيل ومعانا كمان الانتي بريزنتنج سيل موجوده اراوند السنترال عربي موجود الانتي بريزنتنج سيل جميل. الريد بلت زي ما انتم عارفين هو ملام بالار بي سيز الفانكشنز حقه فانكشنز في منتهى الاهميه بالنسبه لنا كاميون ريسبونس. في حاجه بنسميها لمفويد نديولز في الوضع الطبيعي لما يحصل انه فورين ماسكل جاء هيحصل مش اكتيفيشن الليمفويد نديول دي هتكبر ونسميها سبلينك نديول او نسميها بالمصطلح المهم جيرمال سنتر. الجيرمال سنتر دي اذا كبرت مش حصل اكتيفيشن في الليميون سيستم هيحصل تبدا لو مكان كان بي سيل هتبدا تتحول الى بلازما سيل بلازما سيل هتطلع انتي بوديز انتي بوديز هيروح عبر الريد بلت ومنه الى السيركوليشن وهيروح يدور فين الانتيجين اللي عمل له ستيموليشن. ودي نقطه في منتهى الاهميه موضوع الجنرال سنتر لانه في اخر محاضره في اخر في ال 20 محاضره هنيجي بعض الناس انه في ديتكت في الجنرال سنتر. دي بالنسبه للسبلين اكيد اجينس بالاورجانيزم الكامل بالبلط. وزي ما قلنا نعيدها انه بيحصل اكتيفيشن في السبلين وبعدين يخرج الميور ريسبونس عشان يدور على فين الانتيجين اللي حصلوا له الليمف نود. الليمف نود زي ما انتم عارفين هو حبات وسطى صولية صغيرة منتشرة في كل مكان اراوند الليمف فيزلز موجودة بشكل كبير ولها دور مهول في الاميون ريسبونس. الاستراكشر زي ما انتم عارفين في الارتري اللي كيف لو يسالونا كيف جات الليمفوسايت دخلت الليمف نود قلنا في ارتري معانا كل الليمفوسايت تدخل من خلاله. لو ما تدخل من خلاله الليمف نود في له 3 ليرز في كورتكس وفي بارا كورتكس وفي مدلة الكورتكس. وفي حاجه بنسميها طبعا الاستراكشر حق الليمف نود في الافرنت ليمفاتكس. الافرنت ليمفاتكس كل الليمفاتيك فلويدز اللي جايه من الليمف تدخل عبر الافرنت. لو ما تدخل عبر الافرنت بعدين تخرج لما يحصل اكتيفيشن للميون ريسبونس تخرج عبر الافرنت وبعدها تخرج الى السيركوليشن زي ما هنعرف بعد شويه. وده الارتري اللي هو بالنسبه للليمف نود. الكورتكس هي نسميها بيت البيسل كورتكس الهاوس اوف بي سيلز بالاضافه اللي معاها كمان انتيجين بريزنتنج سيل. البارا كورتكس هي هاوس اوف بي سيل. المدلة خلاص بتجمع الريسبونس بعدين الى مدلة ويوشولي بتكون بلازما سيل موجوده ويطلع لها انتي بوديز وبعدين تخرج الميون ريسبونس الى الخارج. الفانكشنز اهم فانكشنز هي عمل الفلتريشن للليمفاتيك فلويدز الكامر الليمف تعمل فلتريشن. النقطة الثانية انه زي ما قلنا انها هاوس للبي سيل والتي سيلز. النقطة المهمة جدا في الليمف نود انه لو دخل انتيجين او مبدئيا نقول عليه فورين باركس هيبدا مثلا على سبيل المثال البي سيل هيحصل لها ستارت بروليفريت هتتفاعل مع الجسم الغريب ده. لما تبدا تتفاعل مش تفكر الجنرال سنتر دي هيحصل لها اللارجد. الجنرال سنتر دي هيحصل لها اللارجد دلالة انه حصل بروليفريشن وبعد ما يحصل عملية البروليفريشن تطلع الميون ريسبونس ويبدا يدور على الانتيجين او الجسم المكان الانتيجين عشان يتفاعل معه. الليمف نود اكيد الفايتنج اجينس الاشياء اللي قادمه من الليمف بس زي ما قلنا ونؤكد انه هنا فقط التفاعل لكن حتخرج الناتج عشان يدور على الانتيجين في كل مكان.
ده اللمف نود الابرنت لمفاتكس وده الاميون ريسبونس اللي بيحصل فيه بالكورتكس ودي الافرنت لو ما يحصل انه خلاص حصل الاكتيفيشن هيروح للتراسك ده من التراسك ده هيروح للفينا كافا من الفينا كافا هيروح للبلد وبعدها من البلد هيتوزع الى كل مكان اي انتيجين موجود في اي مكان هيعمل له عمليه ما نسميه بالبايندينج وبالتالي يعمل له اريديكيتد او ديستراكشن المايكوزا الاسوشيتد للمفويد تيشو دي زي ما قلنا على الفاير باتشز التونسلز كل السمول اورجانز دي او الابندكس هي اللي بيتم فيها بتكون القتال هنا او الاكتيفيشن اجهزه الانتيجين القادم للمايكوزا سيرفيس الاكسرسايز ده معلش هو سهل جدا لانه نفسه لانه الدكتوره كانت محاضره لنا بس كيف نعمل الليمف نود كيف نعمل فين الكورتكس وايش موجود في الكورتكس والباراكورتكس والمدلة الكورتكس زي ما قلنا هي هاوس اوف سيلز الباراكورتكس هي هاوس اوف سيلز المدلة هي الجنرال سنتر اللي يحصل فيها نيورال اكسبانشن او نيورال بروليفريشن والمدلة هي هاوس اوف بلازما سيلز ده الليمف نود اخر شيء الان لو سمحتوا معنا 10 اسئله عن الاولاد السؤال الاول وبعدين السؤال لكم فحنحسب على هنا وهنا فالسؤال الاول لكم السؤال برفع الايدي وليس بالكلام طيب الاورجنز اوف اميون سيستم عباره عن في تو اورجنز ممكن تبقى اي شو البرايمري والثاني جميل برايمري لمفويد اورجنز اللي فيه يكون مرض الثايمس والثاني سكندري لمفويد اورجنز اللي فيه سبلين واللمف نود والمخ سؤال لكم برفع الايدي the main function of activated B cell activated B cell killing of the organism ما في رفع ايدي صح غلط جميل phagocytosis cytotoxic effect حتى انتي antibody production جميل رائع ممتاز والله شكلكم مروحين antibody production صحيح السؤال الثالث لكم which of the following cells act as antigen presenting cell T-cell macrophages dendritic cell bravo عليكم والله شكل الناس متعادلين أربعة removal of thymus removal of the thymus in early life will affect the function of which cell monocytes neutrophil دي لمفوسايت والله انتم مروحين شكلها كذا كيف الناس كلهم متفاعلين خمسه which of the following is considered a primary lymphoid organ مدحي عطارك كل شويه يسوي لي كذا طيب لمف نود thymus جميل بول مارو رائع tonsils اكيد thymus والبول مارو رائع السؤال السادس لكم للان متعادلين ها which type of cells is increased in acute infection of bacterial origin لو كان bacterial lymphocytes neutrophils ما شاء الله eosinophils natural killer cell اكيد neutrophils السؤال السابع لكم what is a characteristic of adaptive immune response and not of innate immunity في صفه موجوده في الـ specific immunity ما هيش موجوده في الـ innate immunity no memory cell not distinguish between foreign substance specific fast response اكيد specific اكيد ما ترددت ليش ترددت طيب اه كامل لو سمحتوا خلاص watch of the following cells خلاص are responsible for allergic reaction neutrophil basophil شغل انا عملت حركه معاكم macrophage master اكيد البازوفيل والماستر طيب جميل تسعه immune cells are Immune cells matured and educated in the primary lymphoid organs then reside in lymph nodes. بعيد لكم هذا عشان نكون خاص سبلين. ايوه سبلين صح. Tonsils. Appendix. جميل. اكيد الكل.
العاشر the immune response the immune system prepared the immune response against microorganisms in venous cell preparation blood at site of infection in the primary lymphoid organ in the secondary lymphoid organ خليتهم يفوزوا عليكم شكرا جزيلا لكم